تعرفوا على سانتياغو مندوزا من كولومبيا البالغ من العمر 8 أشهر ويساوي وزنه وزن طفل في عمر 6 سنوات حيث يبلغ وزنه 20 كيلوغرام. وقد نقل من قريته فاليدوبرا إلى العاصمة بوغوتا بواسطة جمعية خيرية تعنى بشؤون البدانة. بعد أن راسلتهم والدة الطفل إنيز فالدينيو وتقول أنها تشعر بالذنب لأنها كانت ترضعه مرارا لتهدئ من روعه كلما طلب أن يرضع، وتضيف قائلة أنها كانت حبيسة المنزل وذلك لأن سانتياغو صغير جدا ولا تقدر على حمله من مكان إلى آخر. يقوم أخصائيين بتقييم وتنظير حالة الطفل محاولين إنقاذ وزنه ليصبح مناسبا لعمره. ما شاء الله يا سانتياغو.